السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي بالله، أحباب الله، موضوع هذه الحلقة عن المهدي المنتظر، وعنوان الحلقة العلامة الكبرى لمعرفة سر المهدي المخفي المفصل لكتاب الله الحكيم، وأنه حكيم خبير. يعني المهدي حكيم خبير. بتقول شو العنوان أحباب الله؟ أنا من دراسة القرآن الكريم بتبين لي أمور كثيرة، وبدرس القرآن بأي حلقة بدنا نزلها من أول القرآن لآخره مشان أفهم إيش الموضوع اللي أنا بدرسه. عشان هيك أحباب الله بتبينكم أسرار جديدة عن المهدي ما حدا كان يعرفها. وكل يعني أي باحث ببحث في القرآن الكريم وبدرس القرآن ممكن توصل لنتائج غريبة وعجيبة جدا، لأنه في علم الظاهر والباطن في القرآن الكريم، وفي علم المجمل وعلم المفصل. فأنا بحب إيش أقرأ القرآن الكريم بالتفصيل، أفهم الكلمة وأبحث على معانيها، يعني دائما الكلمة تيجي بنفس المعنى، ثم ببحث على الموضوع ذاته وبركز عليه وبترك إيش أي شيء آخر مشان يظل إيش واحد التركيز. التركيز مهم جدا في تدبر القرآن واستنباط الأحكام منه. خلينا نجي على الموضوع. أحباب الله، بسورة النمل آية 6 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. وإنك لتلقى القرآن. طيب، بدنا نعرف شو الكلام مخصص لإنسان، يعني موجه لإنسان واحد. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. طيب بدنا نشوف إحنا لتلقى. سورة المزمل 5 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هسا القرآن الكريم نزل على سيدنا محمد تنزيلا، ما ألقي القرآن علي، أنزل الله القرآن علي. أصبروا عليه شوية صغيرة مشان إيش خطوة خطوة كما عودتكم ووصلكم للنتيجة اللي أنا توصلت لها. القول الثقيل هو القرآن الكريم اللي ما تحملته الجبل. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل بالتنزيل، فما بالك لما قلنا سنلقي عليك قولا ثقيلا اللي هو القرآن الكريم. عشان هيك أحباب الله سورة آل عمران 151 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. يعني الإلقاء بكون على إيش؟ في القلب. بدي أحباب بالله. طيب هسا خلينا نيجي على طريقة الوحي. سورة الشورى 151 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. إذا طريقة الوحي، طريقة التكلم، إن الله يكلم بشر ثلاث طرق. الطريقة الأولى أن يكلمه الله وحيا بالوحي، أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. طيب خلينا نرجع طريقة الوحي لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. سورة النجم 4 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هو إلا وحي يوحى. يعني القرآن وحي يوحى، يعني الإيحاء من عند رب العالمين، والوحي هو الناقل الإيحاء لمين؟ للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. سورة الشعراء 193 و194 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. هو ما تكونش معناتها هاي طريقة الوحي لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللي هو الروح الأمين جبريل عليه السلام ألقى، يعني أنزل الله نزل القرآن مع الروح الأمين على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين ليكون إيش من المنذرين. طيب هاي الطريقة الأولى اللي هي وحيا. سورة النساء 164 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم،
ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. كلموا بالكلام من وراء الحجاب زي ايش هون مدركوا، وما كان لبشر يكلم الله الا وحيا او من وراء حجاب. فهون كلم الله سبحانه وتعالى سيدنا موسى عليه السلام تكليما من وراء حجاب. كيف طريقه التكليم؟ سوره طه 13 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وانا اخترتك فاستمع لما يوحى. اذا الاستماع، الله كلم سيدنا موسى عليه السلام من وراء حجاب، بس انه سيدنا موسى عليه السلام سمع كلمات الله، سمعوا ايش؟ فاستمع. الاستماع بيجي بالاذن، وتعليق باب الله. هاي الطريقه الثانيه. اما طريقه المهدي عليه السلام سورة الشورى 52 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هون الله سبحانه وتعالى أوحى إلى المهدي روحا من أمره، اللي إيش؟ وضع الروح في المهدي. عشان هيك المهدي بآخر الشريط رايح أبينكم كيف رايح يكون هو المفصل لكتاب الله سبحانه وتعالى والمبين لكتاب الله في آخر الزمن. لأنه المهدي إيش؟ ما قلت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. يعني الكتاب موجود والإيمان موجود، بس ما كان يعرف المهدي ما هو الإيمان وما هو الكتاب. بعدين الله لما ألقى فيه روح من أمره إلى قلب المهدي عليه السلام جعله نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك يا مهدي يعني لتهدي إلى صراط المستقيم. هسه نيجي إحنا على إيش؟ الآيات اللي تخص المهدي وتلقوا عنها أحباب الله، اللي هي بسورة هود اللي قال الرسول عليه الصلاة والسلام شيبتني هود وأخواتها. مشان تفهموا شو معنى شيبتني أسأل بينكم الدليل القرآن من القرآن الكريم. سورة هود آية 1 بننزل آية 4 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير ولاستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألف لام را من الأحرف النورانية المنقطة لا يعلمها إلا الله. كتاب أحكمت آياته الكتاب القرآن الكريم ثم فصلت من لدن حكيم خبير. لو أن القول هذا بخص رب العالمين لكان قال ثم فصلت من لدن الحكيم الخبير للتعريف، أو من الله الحكيم الخبير، أو في شغلة بتخص ذات الله سبحانه وتعالى. بس هو شو يقول؟ ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، يعني بعد مدة فصلت من لدن حكيم خبير، يعني الكتاب موجود كامل. ألف لام را كتاب أحكمت آياته، إذا الكتاب كتاب كامل اللي هو القرآن الكريم أحكمت آياته ثم فصلت. مين اللي فصلها؟ من لدن حكيم خبير. هذا الإنسان عنده الحكمة، أتاه الله الحكمة وخبير بالقرآن الكريم وبأسراره. عشان هيك بقول لك اللي بعديها مباشرة الآية ألا تعبدوا إلا الله إنني، يعني الشخص اللي مخاطب، لكم منه من الله نذير وبشير ونستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. هذا اليوم الكبير الجاي يوم الساعة إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. طيب خلنا نرجع مثلا قلت لكم ايش؟ لدن ثم فصلت من لدن. نرجع لكلمة لدن مشان نفهمها. نرجع أحباب بالله كل آية ذكرت في القرآن الكريم سورة الكهف 65 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم
فوجدنا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. هون رب العالمين من لدن الله، لأنه قال وعلمناه من لدنا علما. سورة مريم 13 إنه هذا الآية ذيك عن الرجل الصالح اللي هو إيش الخضر عليه السلام. سورة مريم 13 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق. لا سأسف، سورة مريم 13 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا، يعني عن سيدنا يحيى عليه السلام إنه حنانا من لدنا من لدن رب العالمين. أنت عليه ما بالله لما يقول لدنا تخص ذات الله سبحانه وتعالى. بس سورة طه 99 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرى. قلت لكم كلمة لدنا تخص رب العالمين، حتى لو ما كانش مذكور اسم الله معها. قلت لي أحباب الله وقد آتيناك من لدنا ذكرى. سورة القصص 57 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. لدنا يعني لدن رب العالمين. قلت لي أحباب الله الرزق اللي موجود في مكة دائما ومستمر الرزق لأنه جاء من لدن رب العالمين فلن ينتهي أبدا إلا يوم الساعة ويوم القيامة. سورة آل عمران 8 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يعني هنا لما تقول لدنك ثم إجت على ربنا الدعاء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لأن رب العالمين هو اللي بيوهب إيش وأقول لك وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يعني الله هو الوهاب اللي بيهب إيش الرحمة من لدنه. لدنك بتكون خاصة في الله سبحانه وتعالى. سورة آل عمران 38 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. من لدنك من لدنا علما من لدنا بتخص ذات الله من لدنك على الدعاء إنه هاي إيش لله سبحانه وتعالى. سورة مريم 5 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. يعني الله سبحانه وتعالى أعطى من لدنه يحيى عليه السلام لزكريا حنان من عند رب العالمين بس إنه مختص فيه عشان كان حصورا عليه السلام ولم يتزوج ولم يأتيه ذرية وتوفى. ابنيش إحباب بالله على سورة النساء 40 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكو حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. من لدنه أجرا عظيما يعني هو دائما إن الله فبرجع القول إلى الله سبحانه وتعالى لدن الله لدنك لدنا لدنه كلها يبدل على رب العالمين. سورة النساء 67 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. من لدنا صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم لحد الآن قاعد بصحيكم وعيكم شو معنى كلمة لدنا. سورة النساء 75 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله ومستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقول ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. إذن الله سبحانه وتعالى راح يجعل
لهالمستضعفين اللي بيطلبوا من الله من النساء والولدان اللي بيقول ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة وأهلها. الله سبحانه وتعالى راح يبعث لهم من لدنه وليا من أولياء اللي هو المهدي، ويجعل لهذا المهدي يكون لهم برضو نصيرة. أنتوا علي أحباب بالله، هذا بخصوص المهدي ذاته. بسورة الإسراء 80 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. هاي لمين؟ للمهدي عليه السلام كمان، لأن الله سبحانه راح يعطيه سلطان وإيش؟ ويعطيه شيء ينصره، يكون ناصره على كل الفراعنة اللي موجودين في العصور. هسا نجعل سورة الكهف 2 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. هاي بترجيك شو معنى لدنه، لدنا، لدنك. بترى يا أحباب الله هسا نجي على إيش لما تكون لدن إنسان أو شخص. بسورة الكهف 76 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. هذا خلاص أنا بالنسبة لي إذا سألتك سؤال بعد اللي صار، يعني سألتك سؤالين، إذا بسألك هذا السؤال الثالث فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا، يعني والله خلاص أنت معذور أنا راح أعذرك. إذا هون لما نجي على ألف لام راء: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. اللي فصل آيات الله سبحانه وتعالى منه رجل في عنده حكمة ورجل خبير بالقرآن الكريم. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلة وأن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. طيب أحباب بالله، بيجي واحد بيقول لك يا أخي لحد الآن مش فاهم، بنقول يا أحباب بالله تعال على صورة البينة من آية واحد لثلاثة. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. ولقد أتيناك من لدنا ذكرى، كتاب الذكر. قلت يا أحباب الله هو المذكر كما أخبرتكم في الماضي. عشان هيك رايح يفصل الكتاب للناس والآيات لأنه إيش؟ حكيم خبير. طيب هسا سورة النحل 44 قال تعالى: بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. إذن رايح يبين للناس ما نزل إليهم مشان يتفكروا. سورة النحل 64 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم. هناك أحباب الله ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن الحكيم الخبير. هذا الحكيم الخبير رايح يبين الآيات ويفصلها للناس لعلهم يتفكرون. المهم أحباب الله هسا أقول لك: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا تبين لهم الذي اختلفوا فيه. طيب شو اللي اختلفوا به؟ سورة البقرة 213 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه. وما اختلفوا فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إذا كان الناس أمة واحدة وبعث لهم النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق مشان يحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه. إذا في اختلافات وبيجي الكتاب مشان إيش؟ يحكموا لهم فيما اختلفوا فيه.
وما اختلف فيه الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات. يعني في بينات راح تيجي وبعدين اختلفوا من بعد البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. طيب أسألنا إيش كان الناس أمة واحدة بسورة هود 118-119 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. إذا ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين، الآن نحن مختلفين بس الله سيشاء، لأنه ما بذكر لو أنه رب العالمين بدو ما بدو شيء ما ذكر الأمر كله، عشان أقول لك ولو شاء سيشاء رب العالمين أن يجعل الناس أمة واحدة، كل أهل الأرض راح تكون أمة واحدة وهي أمة الإسلام الحقيقي اللي تزور وتغير وصار طوائف ومذاهب وأحزاب ورايات. عشان يقول لك ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، راح يصير أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، بس يرحم ربه مش راح يكون مختلفين ولذلك خلقهم. طيب ليش ولذلك خلقهم؟ سورة الداريات 56 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس اللي يعبدون. من زمن آدم لليوم الجن والإنس أكثرهم لا يؤمنون، أكثرهم لا يؤمنون، ما بيعبدوا رب العالمين كافرين، واللي بيؤمنوا في الله مشركين، بيدخلوا من دون الله أولياء وشفعاء فظلوا على الطريق. إذا أكثر أهل الأرض مشركين، عشان هيك إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. طيب إيش؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا من رحم ربك. إذا في رحمة راح إيش تيجي بعد ما يصير الأمة أمة واحدة، والأمة الواحدة لذلك خلقهم مشان يعبدوه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا من رحم ربك. مين هذول الناس أحباب الله؟ بسورة الأعراف 156-158 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها الذين يتقون ويأتون الزكاة والذين بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدون مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحلهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه أولئك هم المفلحون. أحباب الله قديش من اليهود والنصارى آمنوا في النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عشان هيك رسول البينة لم يأتي مشان ينفكوا، يعني خلاص انتهوا النصارى واليهود وظل الإسلام. عشان هيك قلنا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الذي يؤمن ورسوله النبي الأمي فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. إذن الرسولين، الرسول النبي الأمي الأولاني اللي إجا مشان لأمة الإسلام، ثم الرسول الثاني اللي هو خاتم المرسلين رسول البينة المتذكر اللي بده يكون إيش يفصل آيات الله سبحانه وتعالى ويبينها للناس وإيش ينفكوا النصارى واليهود ولا يبقى إلا المسلمين فقط. عشان يقول قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. لو رسول واحد بس ما بقول اتبعوه، لأنه قل يا أيها الناس رسول الله إليكم جميعا، ليش ما قال واتبعوني لعلكم تهتدون؟ إذن المقصود رسول آخر غير النبي صلى الله عليه وسلم. عشان هيك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والآية اللي قبلها إلا من رحم ربك. طب كيف ربنا بده يرحمنا إذا ما عبدنا؟ عشان هيك
سورة الإسراء 23 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إيش وما خلقت الجن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إذن هل حصل هذا الأمر؟ لا والله يا أحباب بالله، من عهد آدم ليومنا هذا لم يحصل. إذن شو معنى وقضى ربك؟ سورة البقرة 117 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذن شو بحكي لكم أنا أحباب بالله؟ الله سبحانه وتعالى لما قال إن جعل في الأرض خليفة قال: وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلم. العلم اللي بيعلمه رب العالمين إنه سيأتي زمن من الأزمان الإنسان اللي راح يكون الخليفة في الأرض لن يفسد في الأرض ولن يسفك الدماء، وإحنا بوضعنا الحالي شايفين كثرة سفك الدماء والفساد في الأرض. فلما يأتي المهدي من زمن الناس بزحكوا وذا يقول لك ملحمة كبرى والدم راح يصير للركب وثلث الأرض راح يموتوا، بكفي أكثر من هيك، ليملأوا الأرض عدلا وقسطا كما ملأ الظلما والجورا. مش جاي يزيد لسفك الدماء ولا الظلم ولا الجور، شو راح يجي؟ يملأوا الأرض عدلا وقسطا. إذا أسلحة المهدي راح تكون ربانية، أعاصير وبراكين وزلازل وطوفانات، سنينهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، راح نشوفوا معجزات شغلات غريبة زي ما بعث سيدنا موسى فرعون وأعطى 9 آيات، راح يعطي المهدي آيات كثيرة يخلي الناس يشوفوا الحق من الباطل بدون قتال. راح يكون معارك بسيطة صغيرة بس مش حرب عالمية ثالثة وثلث الأرض تدمر وتنحرق الدنيا. تفائلوا خيرا تجدوها، القرآن قدامكم أحباب الله. عشان هيك أنا ببشركم بإذن الله، كل ما صار زادت الظلم، كل ما زاد الفتن، كل ما زاد الفساد في الأرض، اقترب الإصلاح. أما يجي واحد يقول لك لسه بده يصير دمنا الركب وبده يصير وبده يصير أكثر من هيك، الله أكبر. والله صار الواحد ما يفتح التلفزيون على الأخبار إلا 70 قتيل في كذا، 200 قتيل في كذا، انفجار كذا، ذبح كذا، المسلمين فيش مكان على وجه الأرض إلا فيه عذاب للمسلمين. إذا لم يجي المهدي مش راح يكون العذاب للمسلمين. هداي اسمه مهدي راح تهدي الناس على إيده. صدقوني أحباب بالله، لا تردوا على ذولا اللي قاعدين إيش بس بحكوا لك رعب رعب رعب، أكثر من هيك رعب عايشين. والله العظيم صار الواحد ما ينام الليل من كثر الهم والغم. إمتى تخلص قضية سوريا؟ إمتى تخلص قضية في العراق؟ في ليبيا؟ في اليمن؟ في بورما؟ في مصر؟ زيك حياة الواحد. وفوق هذا لسه بنستنى حروب ودمار أكثر من هيك. صدقوني يا أحباب بالله الجاي خير عظيم. وزي ما مش زي ما بحكمكم هذول العلماء اللي ايش دائما متشائمين. تفائلوا بالخير اكثر من الاستغفار وقراءه القران الكريم. الخير العظيم جاي لسه. عشان هيك ندعو رب العالمين: اللهم استغفر الله العظيم لي ولكم، اللهم اجعلنا من الذين استمعوا القول فاتبعونا احسنه، استغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.